الحبيس عند الفرنساوي. منصور بطل صار عريس عند ربه. حبيبتي انت ما اجاكي ولاد، لازمك ولد. ابو عزام حطه بالدكان لانه مطلوب للفرنساوي. الله يشهد علي ما عم استرجي افتح دكانتي وحط وشي بوش الناس. قاعد بالبيت مثل الحريمة وخبي 3000 ذهبة واكد لي على انه 3000. عيب طلعت ريحتكم. ولك انا هيك ربيتك. منين له 3000 ذهبة اللي قالوا انه طامرينه؟ بس لو بيها الدليل هالقد قده كنت شحطه وربيت بيها الكبير قبل الصغير. اتنفخوا رجلي والله، مو انا اللي قتلته والله. قدر الله وما شاء فعل. الوضع بالحارب خوف، ما اطمن طاول طاول. شو قولوا املاك اعطيه وخليه يحل عنك. لك احرق الدنيا كلها لحتى اعرف مين انا. احرق الدنيا كلها. ولاد بيسوى الدنيا وما فيها. انا ما حدا بيطلع له يشك بكشفي ابدا. ابوك رجع ماتو يول جعد تجذب على ابوش على اخو عواش. كيف قدرتي تفوتي على الحاره؟ معقول الطمع بيعمل هيك بالبني ادم؟ ان شاء الله نصيبنا يكون عندكم. بدي افرح فيك اليوم قبل بكره باذن الله. شو يعني انه هي تحبل وانا ما احبل؟ مش كان بده ياخذ بتار اخوي يتنطوط؟ بدي لحقه فيه. هدول الناس ما بيناسبونا، يطرب منه لابوه. وحياه اللي خلاه والسما زرعه ما حدا ادى لغيري. في مين يحمي الدار؟ بالحق يسكن حدا، عنا لازم تردين بالصبر.